موقف نعم ائتلاف النصر لم يرشح السيد عدنان الزرفي لكنه داعما له. احنا قلنا في مواقف كثيره وبيانات كثيره نحن اليوم لن نرشح شخصيه بعينها ولا ندعم شخصيه بعينها، لكن اذا كانت هناك شخصيه تتوفر فيها جميع المواصفات التي وضعها ائتلاف النصر وجميع المعايير من القوه والشجاعه والنزاهه والوطنيه والحياديه في القرار العراقي، بالتالي سوف نحن نكون داعمين لها، واليوم هذه المواصفات تنطبق على شخصيه السيد عدنان الزرفي. هذا من حيث السؤال الاول، اما من حيث السؤال الاخر حول معارضه بعض الكتل لتكليف السيد عدنان الزرفي، نعتقد إذا كان هناك معارضة من قبل بعض الكتل أعتقد لا تعكسها على الشارع العراقي ولا مجرد أن تعلن عنها في مواقع التواصل أو المنصات الإعلامية. سيدخل السيد عدنان الزرفي بعد شهر هو وكابينته الوزارية إلى قبة البرلمان، بالتالي إذا كان هناك اعتراض فليعترضوا عليه ولا يصوتوا له، لكن أعتقد اليوم ويتخذوا جانب المعارضة مثل ما فعل ائتلاف النصر مع حكومة السيد عادل عبد المهدي عندما كان يعني مختلفا ومعارضا لطريقة التكليف، اتخذ جانب المعارضة ولم يشارك بالحكومة. إذا فعلى الكتل المعارضة أن تتخذ هذا الجانب. إضافة إلى ذلك على الكتل السياسية التي اليوم رافضة لتكليف السيد عدنان الزرفي أن تضع بعين الاعتبار الوضع الذي يمر به البلد.